لهم انصفوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوح. الرحيل سي حسان مطار هو من الأصدقاء ديالي اللي اشتغلوا معايا لمدة معينة بالدار البيضاء، وكان رجل نزيها منضبطا صارم في عمله، نزيه ويتميز بكفاءة عالية فيما يخص النيابة العامة. قد اشتغل في الرئاسة منذ البداية وانتقل إلى النيابة العامة وأبلى البلاء الحسن كذلك في جناح ديال النيابة العامة، وكان متميزا بصرامته وكفاءته وتجربته التي راكمها سواء بالقضاء القضاء الجالس أو القضاء الواقف. نتمنى له الرحمة والمغرفة والمغفرة، ونتمنى له أن يسكنه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأخ حسن مطار صديق الدراسة، قاضي نزيه، وكيل كفء ضاع فيه المغرب، لأنه قام بدوره كقاضي نزيه ودافع عن الحرية وعن حقوق الإنسان منذ أن مارس مهنة القضاء. كنتمناو ليه انه الله يستقبله في جنانه ويرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور، وان يولي عائلته الصبر والسلوان، وان لله وانا اليه راجعون. كنا البارح في جلسه في محكمه عين السبع الزجريه، رئيس الجلسه هو اللي خبرنا مع حوالي الساعه 12 الليل، ووقفنا الجلسه وقرينا عليه الفاتحه، لانه رجل شهم، رجل شجاع، رجل وفي، رجل نزيه، رجل مارس العدالة وناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وعن المظلومين والمحرومين. الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور. الحمد لله، بقيت انت شويه هرم عندنا، هرم عندنا، المغرب كله كان هرم، ونعم الرجال الحمد لله. ماشي شخصية، راه فوت شخصية واعرة زعما، الحمد لله كان طيب، كان تعامل الناس مزيان، كان زعما واحد السيد وكان ستريكت، مكانش عنده لا كراكة، والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. نتمنى له الرحمة والمغفرة والله يجعله من أهل الجنة.